السلام عليكم، مرحبا بكم في القناة ديالي. هذه اول مرة كنصور فيديو، كنتمنى ان شاء الله ما يكونش اخر مرة، وكنتمنى نكون ضيفة خفيفة على قلوبكم. اليوم بغيت نشارك معكم واحد المنتجات ديجا واخداهم وجربتهم وعاودتهم وقلت علاش لا ما نشاركهمش معكم. سمحوا لي مرتبكة، اول مرة كنصور فيديو ما مولفاش، سمحوا لي لا دخلت وخرجت في الهضرة. غنهضروا اليوم على هاد الزيت، هاد زيت باباريا، مكون من عشبه ديال الصبار. هذا ماشي زيت ديال الشعر، هذا زيت ديال اللحم. ملي كدوشي وكتسالي كتخوي شويه في اللحم، كتخوي شويه في اليد ديالك وكدهني به اللحم ديالك كامل وكترجعي تشلي. يعني ملي كتشلي راه ما كتبقاش اللحم ديالك مدهونه بحال مدهونه بالزيت، اولا ما تخافوش من هاد الناحيه، كيولي اللحم ديالك رطبه بزاف بحال ديال شكل لبيبي. وماشي غير ديك النهار يعني كيتسالى المفعول، كتبقى مده واللحم ديالك رطبه مع الممارسه. كل مره كديريها كل مره كديريها اللحم ديالك كيولي لك رطبه وبحال ديال شكل لبيبي، بحال واعره بزاف. كننصحكم بها، جربوها. هذه تقدروا تلقاوها في مرجان اولا في ميركادونا، هذه خدتها اختي من ميركادونا. كنصحكم بها البنات، جربوها وردوا عليا. هذا زيت واعر باباريا، انا عاودت لكم، ها نتوما كتشوفوا زيت واعر البنات. فين ما كيتالي لي كنت ناخذ واحد اخر ضروري. غنهضروا اليوم على هذا الجيل، هذا جيل ديال الوجه، اسمه ليمبيادور الاغوا. هاد الجيل هذا ديال الوجه كينظف وكيطهر وكيخلي البشره ديالك نقيه بزاف. هذا ديال الوجه زوين بزاف وبغيت نشاركم معكم، واعر البنات كنصحكم به. وغنهضروا على هاد الكريمه ديال الشمس، كاينه هاد الكريمه ليتشا سولار. هاد الكريمه ديال كاينه من القرعه الصغيره والقرعه الكبيره والمويان. المهم انا خديت هادي ديالي طرق اقتصاديه، ديتها معايا حتى للبحر هاد العام، وكندهن اللحم ديالي كامل وباقي فيها تبارك الله الخير والخمير. ما كنتش كنديرها غير بوحدي، يعني كنديرها انا وبنات اختي يعني، وباقا تبارك الله عامره. اوبس، غنهضروا على هاد الماء ديال الصباغه. تقولوا ماء الصباغه عادي، متفقه معكم، ولكن هاد القرعه فيها واحد الميزه كنظن كلشي غتعجبو. هاد القرعه هادي ماشي بالضروره تتخوي الماء، تخويه عاد تحلي القرعه وديري هكا عادي يدير لك الماء، لا هادي كتحطي القطن وكتكليكي وكيطلع لك الماء وكتمسحي به ظفرانك، العكس ديال القراعي الاخرين الا ما حليتيش كديري هكا ونفط وجهد، كتخلي القرعه مفتوحه الجهد ديالها كيمشي، ولا قيسيها بالغلط كتهرق لك. هادي واخا نقيسوها بالغلط نطيحها نورك عليها باش تهرق، ما غاديش تهرق. زوينه بزاف هادي البنات وكنصحكم بها. وحتى لا تسالاتكم خوي، حلوا القرعه وخوي فيها الماء ديال الصباغه الاخر عادي، وكتبقى لك يعني كيبقى لك لومبالاج هذا. لما لقيتيش مثلا ما قدرتيش تشري ترجعي تشري نفس لومبالاج. هذا واعر بزاف، عجبتني بزاف. غنهضروا على هذا جيل دي بانيو، هذا جيل سميتو مونوغوتاز فانيليا. هذا الجيل هذا كنظن شحال من واحد مجربوه، زوين بزاف، كيخلي البشره ديالك رطبه وكيخلي فيها ريحه زوينه ديال الفانيليا، يعني كدوز لك النهار كامل وانت فيك الريحه مزيونه. هذه كنصحكم به زوين بزاف، كاين هذا بالفانيليا. وغنهضروا على هاد ديودورو، هذا احسن ديودورو واحسن ديودورو جربته انا وماما واختي، احسن ديودورو واعر بزاف. شحال من واحد كيدير له الاشهار في فيسبوك وداك الشيء، كنشوف داك الشيء كامل، انا ما كنديرش الاشهار. انا شاركت معكم حاجه عجبتني غنشاركها معكم. هذا زوين بزاف، كيخلي تحت يدك ما كايناش الريحه، كدوز مده وانت تحت يدك ما فيهاش الريحه، عكس ديودورو الاخر كديريه اليوم في العشيه صافي كتولي الريحه قبيحه. هذا لا، كديريه اليوم وكتوصل العشيه وكيوصل الليل وما فيكش ريحه العرق، وكتبقاي يعني وقت ما دوشي مثلا كدوشي من هنا 3 ايام ما كتشمش بريحه العرق مره. هذا احسن وكيطول احسن من ديودورو الاخر كامل، وكيديروا له اشهار كيقول لك تحت اليد كتولي بيضاء. هذه غير كذوب، انا جربته دابا شي مده 7 سنين وانا كنخدم بهذا، كنعمل غير هذا، ما لاحظت حتى شي فرق زعما تحت يدي بياض اولا تلون تبدل اللون، بقى هو لانه ما بيض ما والو، يعني هذه غير كذوب. اما الميزه اللي فيه يعني ما كيخليلكش ريحه العرق مره في اللحم ديالك، واعر بزاف. هذا كنصحكم بها البنات. هذا هو الفيديو ديالي، كنتمنى نكون ضيفه خفيفه على قلوبكم. كنتمنى تضغطوا على سبسكرايب لتحت وتوركوا لي على الجرس وديروا لي جيم باش ان شاء الله نزيد نعطي الفيديوهات، تزيدوا تدعموني تزيدوا تشجعوني. اذا كانت شي نصيحه مرحبا، كانت شي تعليق مرحبا، كتبوه لي لتحت على راسي وعيني، حتى اذا كان شي انتقاد
مرحبا على راسي وعيني، حنا هنايا كنتعلموا مع بعضياتنا. اذا بغيتوا وصفات ديال الشعر ديال الجسم، اي وصفه بغيتوا نعطيها لكم. بغيتوا وصفه ديال الشعر تبدو يعني تنقصوا من الشامبو وديروا شي حاجه طبيعيه، مرحبا على راسي وعيني. هنا تسال الفيديو ديالي، كنتمنى نكون الفيديو عجبكم وتزيدوا تشجعوني باش نزيد ان شاء الله القدام.